والحقيقه كان صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 31 مارس او اوائل ابريل الماضي على تعديل بعض احكام قانون المرور، ومجموعه من النقاط كانت مهمه لازم كنا نتوقف عندها. وبعد كده مجلس الوزراء صدق امبارح على مجموعه ايضا من التعديلات، وفي مقدمتها ايضا ما يتعلق بطمس اللوحات المعدنيه طبعا ومخالفتها وتطوير اللوحات وما ينظم النقطه دي طبعا في مواد القانون. لكن كمان بنفتح مع حضراتكم هذا الملف لان بتقول دايما انه سلامه الطرق في مصر قائمه على جزئين، قواعد المرور ووعي الناس بيها وطرق تنفيذها، والجزء الثاني متعلق بسلامه الطرق والخطه القوميه للطرق والكباري. ومصر كانت بتعتزم انشاء ايضا 1000 كوبري جديد في الفتره القادمه لتسهيل حركه المرور، وطبعا اضفنا تقريبا 3 اضعاف مساحه الطرق واطوال الطرق اللي كانت عندنا في السنوات الماضيه تقريبا 7-8 سنين الماضيه، وده عمل معانا فرق كبير في بعض المراكز اللي تقدمناها في مستوى سلامه الطرق على المستوى العالمي. عشان كده هنناقش الموضوعات دي، نقدم لحضراتكم برضو بعض الملحوظات اللي لازم ناخد بالنا منها، وهنزيد الوعي طبعا مع حضراتكم ببعض الاخطاء اللي بنرتكبها دائما، ونشوف ايضا تطورات ملف الطرق في مصر. هنناقش كل ده مع سياده اللواء احمد الشام الخبير المروري. منورنا يا فندم. اهلا بك سياده اللواء، نورتنا. طبعا تحياتي لحضرتك ورؤيه البرنامج والمشاهد الكريم. يعني بس هبدا مع حضرتك الاول من تطورات قانون المرور. احنا كنا شفنا مجموعه من التطورات اللي حصلت فيه وبعدين تم زيادة عليه وصدق عليه مجلس النواب. لو حضرتك تقول لنا ابرز الحاجات اللي نتوقف عندها في التعديلات الجديده. في البدايه عايزين نوضح للمشاهد الكريم ان احنا ما زلنا نعمل بالقانون الحالي اللي هو قانون رقم 66 لسنه 1973، والمعدل بالقانون 121 لسنه 2008، واللائحة التنفيذية 16-13 لسنه 2008. اما قانون المرور الجديد فما زال حتى الان لم يتم مناقشته في مجلس النواب، واللي هو خاص ب50 نقطة. حاليا تم تشديد العقوبات على فترات في قانون المرور الحالي، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في الشارع المصري، وللحفاظ على المال العام والمال الخاص نتيجة لزيادة الحوادث المرورية. ساعد بشكل كبير على هذا الموضوع ان تم عمل شبكة طرق حديثة وصلت خلال التسع سنوات الماضية إلى 7000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 10000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء 1000 كوبري ونفق على مستوى أنحاء الجمهورية. دول ساعدوا بشكل كبير على خفض السرعة، لكن مع ذلك ما زالت الثقافة المرورية غير مكتملة عند بعض قائدي السيارات وعلى كافة المستويات. لذلك تم تشديد العقوبات. ابرز تزيز العقوبات اللي تمت خلال الفتره الحاليه اللي هو تجاوز السرعه المحدده، وصلت دلوقتي لمرحله الحبس. غرامه ماليه بحد ادنى 300 جنيه وحد اقصى 1500 جنيه للسرعه، بالنسبه للسرعه، والحبس لمده لا تزيد عن 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ايضا بالنسبه ممكن نوصل لحبس يعني بالظبط كده بالنسبه لتجاوز السرعه. بالحبس ده امتى بيتم؟ لو طبعا لو تجاوز السرعه ده سبب بقى طبعا في كوارث بقى اصابه الشخص او اكثر الكلام ده كله. النقطه الثانيه ايضا كذلك بالنسبه للسيارات اللي بتحط الزجاج الفمي، دي كانت مخالفتها 200 جنيه دلوقتي بقت مخالفتها 2000 جنيه. السير عكس اتجاه كانت مخالفتها في البدايه 500 جنيه دلوقتي مخالفتها 5000 جنيه. أيضا كذلك بالنسبة لوضع مواد قابلة للاشتعال أو غير قابلة للتداول أو محظور تداولها، فهذه الحالة غرامتها 50000 جنيها. ده بالنسبة بقى إيه لمركبات النقل وكده؟ اللي هي المركبات اللي هي بتشيل مواد قابلة للاشتعال أو مواد غير غير محظور تداولها أو غير مقبول نقلها عن طريق سيارات النقل العام أو النقل الخاص. بيبقى ليها سيارات خاصة. دي في التعديلات ولا في القانون الأساسي؟ في القانون الأساسي اللي هو قانون المرور الحالي بالنسبة لتشديد العقوبات. أيضا طفاية الحريق، طفاية الحريق كانت غرامتها 50 جنيه. لا، طفاية الحريق تم تشديد العقوبات إلى 300 جنيه.
طفايه الحديد ده شيء مهم جدا، لازم تكون هي صالحه للاستعمال وان هي تكون في متناول يد قائد السياره، عشان في القدر الله لو حصل اي مسكه وبايل للسياره سرعه استخدام طفايه الحديد. يعني انا لو ظابط مرور وجيت وقفتك في الكمين وقلت لك فين طفايه الحديد، نزلت جبت لي من الكربن والله او من شنطه العربيه الخلفيه، في هذه الحاله انا بدي لك مخالفه، لان المفروض طفايه الحديد تكون في متناول يد قائد السياره عشان نقدر نسيطر لا قدر الله على اي حريق يحصل نتيجه الماس الكهربائي اللي حدث في السياره. ايضا كذلك بالنسبه للسيارات اللي هي مخالفه شروط الامن والمتانه، كانت الاول غرامتها 50 جنيه دلوقتي بقت غرامتها من 200 ل 500 جنيه. تعمد تعطيل حركه المرور وصلت ل 500 جنيه، كانت الاول 100 جنيه وصلت ل 500 جنيه. السير بالسياره بدون فرامل ديت كانت في الاصل مخالفتها 300 جنيه، دلوقتي مخالفتها وصلت من 1500 ل 2000 جنيه. كل هذا الغرض منه ايه؟ ان انا عايز اشدد العقوبات عشان اخلي قائد السياره يحافظ على سلامه وامن السياره قبل ما يتحرك بيها، عشان يحافظ على الامن وسلامته ومنمحه وسلامه الاخرين. فدي بالنسبه لتشديد العقوبات. لو جينا بصينا للحوادث الخاصه بطمس اللوحات المعدنيه، انا بس اديد انه في قرار امبارح صدر من مجلس الوزراء، هل القرار صدر بفقط فكره طمس اللوحات المعدنيه ولا كان في برضه بعض القرارات الاخرى معاها؟ لا هو كان خاص بطمس اللوحات المعدنيه بس ليها كذا حاجه. اولا طمس اللوحات المعدنيه دي في حد ذاتها تعتبر كارثه. ليه بقى؟ كارثة عايزين نوضح. ليه بقى؟ لان طمس اللوحات المعدنيه كده انا بلغي السياره، لان عن طريق اللوحه المعدنيه انا بعرف اسم المالك وعنوانه ومهنته ورقم تليفون المحمول ورقم شاسيه السياره ورقم الموتور، وكذلك بالنسبه لبدايه الترخيص ونهايه الترخيص وموعد الفحص الفني، كل ده بعرفه من اللوحه المعدنيه. لما انت تلغي لي اللوحه المعدنيه ما اقدرش اعرف اي بيانات عن السياره. لذلك كان مجلس النواب منعقد امبارح وقرر بالنسبه لطمس اللوحات المعدنيه هتكون مخالفتها الحبس لمده لا تزيد عن سنه وغرامه ماليه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيها او باحدى هذين العقوبتين او باحدى هذين العقوبتين. يعني لو واحد سايق دلوقتي العربيه ولوحات مطموسه تمام دي هيتغرم 2000 جنيه على طول، بحد ادنى 2000 وحد اقصى 5000 جنيه او الحبس امتى بقى؟ لمده لا تزيد عن سنه. ده في تقدير القاضي. ده في تقدير القاضي بس. عايزين نوضح طمس اللوحات المعدنيه، تغيير لون اللوحات المعدنيه، طي اللوحات المعدنيه، التلاعب في ارقام وحروف اللوحات المعدنيه، فقد اللوحه المعدنيه وعدم الابلاغ بها، كل هذا وذاك ينطلق في هذا الموضوع. طب في ناس بتحط لوحات معدنيه كده ايه او حاطه لوحات معدنيه بلاستيكيه غير المنصرفه في هذه الحاله بيحطها كده رواشه كده او عليها قضى عليها شيء عليها شعار. في هذه الحاله في هذه الحاله بتعتبر ان هو عدم تركيب لوحات معدنيه. بالظبط لازم بتاعه المرور اللي بتاخدها بالمرور الخاصه بالمرور، لان دي لوحات مؤمنه ومثبته في المرور، فبالتالي يجب على قائد السياره او مالك السياره ان هو يلتزم بها. اذا قائد لو هي عليها خدوش مثلا مش باينه او كده يعني يعمل ايه؟ يروح بقى يطلب واحده جديده مثلا ولا لا يعمل ايه؟ حتى لو طمس لوحات معدنيه نتيجه العوامل التعريه، يعني دلوقتي احنا بنعيش في القبه الحراريه. يعني احنا من يوم الثلاثاء الماضي لمده 10 ايام درجه الحراره في مصر هتوصل ل 41 درجه مئويه، فبالتالي اذا حصل اي نوع من عوامل التعريه نتيجه السير في الطرق الصحراويه في هذه الحالة يجب على مالك السيارة أو قائد السيارة أن يتوجه إلى دارة المرور التابع ليها، وحيتم دهان اللوحة المعدنية وإعادتها كما كانت مجاناً دون أي شروط. مجاناً أيوه دي نقطة مهمة. مجاناً دون أي شروط. يعني تروح المرور تقول له أنا اللوحات بتاعتي اتطمست أو كده بسبب عوامل تعرية رملة عادي مع الزمن. بالظبط. واحنا يمكن ادينا مثلا قبل كده في الحلقه اللي فاتت بالنسبه للملصق الالكتروني. هو نفس الطريقه الملصق الالكتروني لو حصل فيه تلف
سيادتك بتتوجه الى وحده متابعه ليها وبيكتب لك ملصق الكتروني تاني في بنفس بياناتك وبتدفع الرسوم بتاعته. لكن بالنسبه لدان دلوقتي هل الملصق الالكتروني شغال دلوقتي وكده؟ اه طبعا شغال دلوقتي. مش ناس كتير برضه؟ لا هو شغال في بعض المناطق ومناطق اخرى لا. يعني مثلا في اسكندريه شغال ففي بعض المناطق شغال فيها وبعض المناطق مش شغال فيها. لكن هو هيتعمم على مستوى الجمهوريه. يعني برضه حتى لو مش شغال دلوقتي في بعض الاماكن لازم تعمله، لازم يكون متركب. لان ده شيء مهم جدا لان فوائده كثيره. هل عليه مخالفات برضه؟ طبعا. عدم تركيب الملصق الالكتروني في هذه الحاله طبعا دي غرامته من 300 جنيه ل 1500 جنيه وتعليق رخصه القياده بحد ادنى شهر وحد اقصى 3 اشهر. في نقطة مهمة جدا عايزين نوضحها بالنسبة لطمس اللوحات المعدنية بالنسبة للغرامة أو العقوبة المتوقعة. إذا حصل حكم نهائي على مالك السيارة أو قائد السيارة نتيجة الغرامة أو الحبس، إذا ارتكب نفس المخالفة في خلال سنة من الحكم النهائي عقوبته الحبس فقط لا غير. يعني ما فيش غرامة في خلال سنة بس؟ في خلال سنة لو ارتكب حبس برضو في هذه الحالة حبس فقط ودون غرامة لو ارتكب نفس المخالفة بعد انتهاء السنة الترخيصية أو السنة اللي هي عقب انتهاء الحكم النهائي بالمخالفة اللي هو ارتكبها الأولى. وده بيدل عليه أن الدولة عايزة تحط سياسة عامة لهذا الموضوع عشان تقضي على موضوع طمس اللوحات وتاني اللوحات، لأن الناس دلوقتي عايزة تهرب من المخالفات على اساس بيقول لك ان المخالفات بقت عاليه جدا والمخالفات بقت كتيره جدا والقصص دي كلها. التزم. بس هي بقت عاليه شويه وكتيره شويه صح؟ ما ايه السبب في الموضوع ده يا فندم؟ عايزين برضو نفهم سبب ارتفاع المخالفات. ناس كتير بتسال في القصه عشان دي. اقلل من ارتكاب المخالفات. كل ما شددت العقوبه كل ما قللت المخالفات. يعني ندي مثلا حزام الامان، حزام الامان كانت مخالفته 50 جنيه، حزام الامان دلوقتي مخالفته 200 جنيه. لو احنا بصينا دلوقتي هنلاقي ان كل الناس ماشيه بحزام الامان. ايوه دي حقيقه. ايوه. او الطعز خد بقى مخالفات يعني والطعز ورجع. زمان وانا صغير مثلا كنت ظابط صغير في ميدان الرخصي كنت اما الاقي حد لابس حزام الامان اقول له الراجل ده ملتزم واكيد رخصه سليمه. كنت نادي لما تشوف حد لابس حزام الامان، دلوقتي كله لابس حزام الامان لانه عارف كويس مخالفتها قد ايه وعارف الرادارات الحديثه الموجوده دلوقتي في الشارع المصري. طب موضوع الرادارات ده برضه يعني لو حضرتك تدينا فيه فكره برضه، وامتى الغرامه بتتضاعف؟ وبرضه على الطرق الساحليه اصبح في بعض التغييرات، فلو برضه حضرتك تدينا فكره. وبعدين في ناس برضه بتيجي عند الرادار بتبطأ وبعد كده بتمشي وتبطأ وتمشي وتبطأ، في الحاله دي بتتعمل ازاي؟ اولا الرادارات الحديثه الموجوده حاليا بتقوم برصد كافه انواع المخالفات على مسافه 300 متر. 300 متر بعرض 8 حارات 100 سياره في الدقيقه الواحده. يعني جايبه كله بالظبط يعني. كده وابرز هذه المخالفات تجاوز السرعه المحدده، عدم الالتزام بالحظر المضيه، عدم ارتداء حزام الامان اثناء القياده، استخدام التليفون المحمول اثناء القياده، السير برعونه اثناء القياده. اضف على هذا الوقوف في مطالع ومنازل الكباري، ودي شيء مهم جدا عشان الناس اللي بتقف في مطالع ومنازل الكباري وخاصه سيارات الميكروباصات والنقل العام والنقل الخاص والنقل الجماعي اللي بيقف في مطالع ومنازل الكباري ده رادار بالقطر.